يسعدنا ينضم لنا عبر الهاتف من أبها الدكتور علي حسين المدير استشاري أطفال حديثي الولادة رئيس برنامج تحسين خدمات حديثي الولادة بوزارة الصحة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، حياكم الله. أهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. خبرنا أكثر عن الأهداف المرجوة من إطلاق هذا اليوم العالمي للطفل الخديج. حياكم الله وسعيد بالتواجد معكم في هذا الصباح وفي هذا اليوم العالمي للمواليد الخدج. الحقيقة أنه زي ما ذكرتي، العالم دائما ما يحتفي بأيام عالمية يستهدف فيها رفع الوعي لفئات معينة وشرائح مستهدفة. اليوم احنا في 17 من نوفمبر ضمن العالم في السعودية نحتفي بهذا اليوم مع مواليدنا الخدج وممارسيهم. وعالميا المؤسسات المقدمة للرعاية الصحية والداعمة لهذه الأيام دائما ما تستهدف سنويا هوية معينة أو ثيم معين لنشر الوعي وتحسين صورة هؤلاء المواليد الخدج وتخفيف الولادات المبكرة اللي تؤدي إلى هذه التحديات والصعوبات. السنة هذه 2021 العالم يحتفي بسلامة المرضى، وكانت مستهدف كهوية تخفيف نسب الانفصال ما بين المواليد وأمهاتهم في ثيم عالمي لتخفيف وتحسين صورة وتواجد الأم أو الأبوين بشكل عام قريبين من مواليدهم، سواء المواليد الأصحاء أو حتى المواليد الخدج اللي يبقوا فترة للرعاية داخل العنايات المركزة لحديثي الولادة. طيب دكتور، للأسف الأطفال الخدج معرضون للإصابة بالمشاكل الصحية أكثر من الأطفال اللي يولدون على 9 شهور، وش السبب برأيك؟ طبعا الولادة المبكرة أو إذا ما عرفنا المواليد الخدج ما قبل الأسبوع 37 من الحمل، طبعا الحمل التام غالبا ما يكون ما بين 38 أسبوع إلى 40 أسبوع. دائما هؤلاء المواليد بيعتمد الصعوبات والتحديات أو إذا ما سميناها المشاكل على نسبة تخدجهم في أي أسبوع يولدوا. هذه التحديات أو هذه الصعوبات تعتمد بشكل كبير على الوظائف المتعلقة بأجهزة الجسم اللي لسه ما اكتملت. طبعا بيعتمد أغلب الصعوبات اللي تواجههم في الأيام الأولى هي مشاكل تنفسية، مشاكل مناعية، مشاكل متعلقة بالتغذية، تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى مراحل تطورية كاملة حتى يستطيع الطفل الخديج التعامل مع هذه الصعوبات. نعم، وش هي أبرز المشاكل دكتور علي اللي تصيب الأطفال الخدج واللي ربي يكتب لهم عمر يعيشون؟ يعني هذه المشاكل اللي يكون لها أثر على المدى البعيد، يعني وش هي هذه المشاكل أو الأشياء الصحية طبعا؟ نعم طبعا زي ما ذكرنا الطفل الخديج دائما ما يتعرض إلى تحديات مختلفة. التحديات في الأيام الأولى أو في الأوقات الأولى داخل تواجده في العناية المركزة لحديثي الولادة أو ما نسميها الحضانة هي تحديات أو صعوبات وقتية تحتاج أغلبها تنفسية مناعية زي ما ذكرنا أو عملية التحكم في درجات الحرارة. وتستمر دكتور؟ تستمر في المستقبل؟ لا تستمر، بالعادة تنتهي عند عمر معين، ولكن أغلب الأشياء أو التحديات والصعوبات اللي يهتم بها الممارسين في المستقبل هي التحديات التطورية النموية. هؤلاء الأطفال قد يتعرضوا إلى بعض الصعوبات خلال فترة بقائهم أو رحلتهم داخل العناية المركزة قد تؤخر من مستوى تطورهم في المستقبل أو مدى نموهم مقارنة بالمواليد الأصحاء. متابعة هذه الصعوبات أو هذه الإشكاليات هي محور اهتمام عالي جدا على مستوى العالم، والسعودية اليوم جزء من العالم المتقدم في هذه الرعاية حتى نستطيع الوصول معهم في نهاية السنوات الأولى بشكل أفضل وتطوري ونموي
لهؤلاء المواليد الخدج. نعم الدكتور علي حسين المدير استشاري أطفال حديثي الولادة رئيس برنامج تحسين خدمات حديثي الولادة بوزارة الصحة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك.